عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة عدد من النقاط ذات الصلة بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والصيد البحري والمنتجات الصيدية والمالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وتطور الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.